السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في قناة عبد الصمد إلكترو، ومرحبا بالأصدقاء الأوفياء اللي التحقوا بالقناة. أقول لكم من هذا المنبر مرحبا وألف مرحبا، وأشكر كذلك الأصدقاء الأوفياء الذين يتركون تعليقا جميلا، فأقول لكم شكرا لكم، شكرا لكم جزيلا. هذا الشيء يجعلني أن أستمر معكم في تقديم كل ما هو عندي إن شاء الله. كما تشاهدون اليوم معنا هذا المكبر الصوت، سوف نقوم بإصلاحه إن شاء الله مع بعضنا. الآن سوف أقوم بربطه بالكهرباء. بسم الله. كما تشاهدون يعمل ديك تيك، ولكن لا تشغل هذه الواجهة ولا شيء، هكذا. الآن سوف أقوم بفتح هذا الجهاز ونحاول إصلاح هذا المشكل إن شاء الله. تابعوا معي أصدقائي. كما تشاهدون أصدقائي، هذه هي البوردة لمكبر الصوت. كما تشاهدون هذا المحول، وهذه هي البوردة كما تشاهدون لتضخيم الصوت، وهذه السماعة الداخلية، وهناك تكون السماعة الخارجية كما تشاهدون، وهناك مدخل إلى الصوت للتكبير الصوت كما تشاهدون. الآن سوف أقوم بفك هذه البوردة لكي يتضح معنا كل شيء. كما تشاهدون أصدقائي، هذه هي البوردة للمكبر الصوت. هادما هما أيسيات الصوت الثلاث أيسيات الصوت. هذا الأيسي للصوت فهو للمكبر الداخلي، وهادم الاثنان فهما للسماعات الخارجية. السماعات الخارجية كما تشاهدون. وأول شيء لاحظته أصدقائي هو هذه المقاومة، فهي محترقة كما تشاهدون أصدقائي. انظروا كيف أصبحت في هذه الحالة. كيف نعرف ألوان هذه المقاومة؟ فهي محترقة. الآن سوف نقوم بالتتبع في أي مكان ذاهبة هذه المقاومة. فهذا هو طرف المقاومة كما تشاهدون. هذا هو طرف للمقاومة، فهي ذاهبة إلى منظم الجهد كما تشاهدون، منظم الجهد. إذن هذه المقاومة غالبا سوف تكون مثل الفيوز، مقاومة مثل الفيوز. لمن لا يعرف الفيوز، هذا هو الفيوز كما تشاهدون. فهذه المقاومة فهي مثل الفيوز. انظروا أصدقائي، هذه هي المقاومة، فهي متصلة مباشرة مع المكتف الرئيسي، المكتف موجب المكتف، لكي تعطينا
كهرباء لمنظم الجهد، وهذا المنظم الجهد يحول هذه الفولتية مثلا 17 أو 15 إلى 5 فولت. كما تشاهدون أصدقائي 5 فولت تدخل هنا 17 أو 18 فولت، هنا يكون أرضي وهنا تكون 17 أو 15 فولت، وتتحول إلى هنا إلى 5 فولت لكي يتغذى عليها البروسيسور أو الكنترول. كما تشاهدون هذا مكان الكابل للتغذية للبروسيسور. الآن سوف أقوم، ولكن قبل استبدال هذه المقاومة الصفرية كالفيوز، لماذا احترقت؟ فهي تحترق لسبب ضروري، فهو يكون مشكل مؤكد. عندما تحترق هذه الفيوز يكون مشكل حاصل هنا، وقع مشكل غالبا يكون من أيصيات الصوت أو من الواجهة الأمامية، على ما أعتقد بأن أي سي من هذا الأيصيات عمل مشكل حتى تم احتراق هذه المقاومة. الآن سوف نقوم بالتمعن جيدا في مثل هذا المشكل. أصدقائي، لقد ظهر لي بأن هذا الاي سي فهو محترق. لا أعلم هل هو ظاهر لكم أم لا، هو الذي سبب في احتراق تلك المقاومة. الآن سوف أقوم بإزالة هذا الاي سي لكي نتمعن به جيدا، لأن إن ركبنا هذه المقاومة سوف تعود تحترق من جديد. علينا البحث عن سبب المشكل احتراق هذه المقاومة، ونستبدل المسبب المشكل، وفي الآخر نقوم باستبدال هذه المقاومة لكي لا تحترق معنا مرة ثانية. الآن سوف أقوم بفك هذا الاي سي للصوت. كما تشاهدون أصدقائي، لقد قمت بفك هذا الاي سي فهو محترق كما تشاهدون. ظاهر عليه أثار الحرق كما تشاهدون، فهو منفجر. هذا الاي سي الصوت فهو رقمه TDA2030. الآن سوف أقوم بإحضار واحد آخر. كما تشاهدون أصدقائي، هذا هو رقم الاي سي. TDA2030 كما تشاهدون، هذا هو التالف. الآن سوف أقوم بتركيب هذا الاي سي للصوت. تابعوا معي أصدقائي. كما تشاهدون أصدقائي، لقد قمت بتركيب الاي سي، هذا هو. الآن سوف أقوم بتلحيمه. كما تشاهدون أصدقائي، لقد قمنا بتلحيم الاي سي. الآن سوف نقوم بفك هذه المقاومة. الآن يمكننا استبدالها. الآن سوف أقوم بإزالة هذه المقاومة.
هذه هي أصدقائي، انظروا كيف أصبحت. هذه المقاومة عليها أن تعطينا جرس، عليها أن تعطينا جرس. لاحظوا أصدقائي، لا تعطي أي شيء. الآن سوف أقوم بإحضار مقاومة صفرية كالفيوز. لاحظوا أصدقائي، لدي هذه المقاومة الصفرية، فهي قوية، قوية جيدا، تتحمل شدة التيار والأمبير. لاحظوا أصدقائي، سوف أقوم بقياسها. تعطي جرس، وسوف نقوم بقياسها بالأوم. لاحظوا أصدقائي، 15 أوم، مقاومة 15 أوم. الآن سوف أقوم بتركيبها. سوف نقوم بتلحيم مكان المقاومة هكذا. لاحظوا أصدقائي، الآن سوف نقوم بالتجريب إن شاء الله. هذا هو هذه هي السماعة الداخلية، وهذا كابل للتغذية دي سي، وهذا كابل للمحول السي. كما تشاهدون أصدقائي، الآن سوف أقوم بتشغيل مكبر الصوت لكي نقوم بالقياس. كما قلنا أصدقائي، هذا هو مكان المكتف، 19 فولت، فهي موجودة. هذا هو سالب المكتف، إذن أين هي المقاومة؟ هذه هي المقاومة، فهي 38 فولت، تدخل إلى هنا. وتتحول إلى هنا إلى 5 فولت. لا عفوا أصدقائي، هذا هو الأرضي، هذا هو مكان الأرضي. كما لاحظتم أصدقائي، 18 فولت، وهنا تتحول إلى 5 فولت، حوالي 5 فولت كما تشاهدون. هنا 17 فولت، تتحول إلى هنا إلى 5 فولت.
إذن الآن هذه المقاومة التي قمنا بتركيبها الآن فهي شغالة تمرر الكهرباء 18 فولت تتحول إلى 5 فولت. الآن سوف نقوم بقلب المكبر الصوت لكي نرى هل هو شغال أم لا. كما تشاهدون أصدقائي، على ما أعتقد بأن المكبر الصوت الآن فهو به فولتية وهو شغال. سوف نقوم بتجربته. بهذه الفلاشة كلي USB، بسم الله. وسوف أقوم بتركيب له سماعة. هذا المكان فهو شغال، وحتى هذا شغال. ولكن أصدقائي ما زال هناك مشكل، فالمكبر الصوت الداخلي فهو غير شغال. لاحظوا غير شغال. لاحظوا أصدقائي السماعات فهم شغالين، وحتى هذه شغالة، ولكن هذا المكبر الصوت غير شغال. الآن سوف أقوم بالبحث عن المشكل. سوف أقوم بتركيب أصدقائي، سوف أقوم بفتح هذه الواجهة، لأن قمت بقياس الآيسيات فكل شيء شغال، ولكن مكبر الصوت الخارجي فهو غير شغال. سوف أقوم بفتح هذه الواجهة. لاحظوا أصدقائي لقد قمت بفك هذه القطعة من هنا. لاحظوا ماذا وجدت، بأن هذه المقاومة المتغيرة فهي منكسرة. لاحظوا فهي تكون في هذا المكان باص للصوت، يعني السماعة الداخلية. الآن سوف أقوم باستبدال هذه المقاومة المتغيرة. كما تشاهدون أصدقائي هذه هي المقاومة المتغيرة المنكسرة، والآن قمت بإحضار واحدة أخرى. ها هي كما مكتوب على هذه 50 كيلو أوم، مشابهة لها تماما. الآن سوف أقوم بتركيبتها، وسوف أقوم أولا سوف أقوم بإزالة هذه القطعة المنكسرة، وسوف أقوم بتركيب هذه مكانها. كما تشاهدون أصدقائي قمت بتركيب المقاومة المتغيرة في مكانها. الآن سوف أقوم بتركيبتها هنا في مكانها. كما تشاهدون أصدقائي لقد قمت بتركيب كل شيء مكانه، والآن سوف أقوم بالتجريب من جديد. بسم الله. Thank you.
الآن سوف أقوم بتركيب البراغي في مكانهم لكي يتضح معكم الصوت، لأن هذه البراغي عندما تكون غير مثبتة في مكانها يظهر بأن الصوت به مشكل. أصدقائي نعتذر على هذه الإطالة للفيديو، لأن بعض الأحيان يكون مشاكل غير متوقعة. المهم الآن سوف نقوم بإعادة التجريب. لاحظتم أصدقائي الآن قمنا بإصلاح هذا المكبر الصوت. المشكلة كما رأيتم كان من أي سي الصوت وتلك المقاومة، وقمنا بتغيير هذه المقاومة المتغيرة كما تلاحظون. الآن المكبر الصوت فهو في حالة جيدة، الآن فهو شغال. شكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو، وشكرا على تعليقاتكم الجميلة، هكذا تجعلني أن أستمر معكم في كل ما هو جديد إن شاء الله. واشتركوا أصدقائي في القناة، اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة، وفعلوا زر اللايك لايكات أصدقائي اللايكات، وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى فيديو قادم إن شاء الله. انتظروا الجديد إن شاء الله بحول الله.